السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اليوم هو 23 من شهر مارس آذار، وهو يوم ذو أهمية كبرى في تاريخ جماعتنا، لأنه قبل 118 سنة أخذ سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام البيعة بأمر من الله تعالى. وهكذا تأسست جماعتنا تأسيساً رسمياً. إن هذا اليوم ذو أهمية كبيرة في النشأة الثانية للإسلام، لذلك سوف أذكر لكم خلفية الظروف لحالة الدين الإسلامي آنذاك. كان كل مسلم غيور على الإسلام يتألم من رؤية الحالة الدينية التي كان عليها المسلمون. وفي القارة الهندية بالذات كان الإسلام عرضة لهجمات شرسة جداً من قبل الآريا الهندوس وقساوسة المسيحيين ومبشريهم، لدرجة أن علماء المسلمين كانوا يعيشون خائفين مذعورين ولم يقدروا على الرد على هجمات أعداء الإسلام فحسب، بل إن بعضهم عندما لم يتمكنوا من الرد عليها ارتدوا وانضموا إلى المسيحية. أما الآخرون فقد تخلوا عن الإسلام عملياً، في ذلك الوقت لم يتصدى لهجمات المسيحية والديانات الأخرى إلا جري الله وهو ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام. لقد تصدى لهجمات جميع الديانات من النصارى والهندوس وآريا وبرهمو سماج، تصدى وحده لتلك الهجمات الشرسة التي كانت توجه إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خلال كتابه العظيم البراهين الأحمدية الذي نشره في 4 مجلدات وأفحم وبكت هؤلاء الأعداء.
لقد نشر الجزء الأول والثاني من هذا الكتاب في عام 1880 والجزء الثالث في 1882 والجزء الرابع في 1884 وقد ساق حضرته فيه الأدلة المقنعة المفحمة على صدق القرآن الكريم وأنه كلام الله وأنه لا مثيل له وعلى صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في دعواه للنبوة وأعلن حضرته أن من يفند هذه الأدلة فإنني أتحداه أن يأتي بثلث أو ربع أو حتى خمس الأدلة التي قدمتها وسوف أعطيه 10,000 من الروبيات جائزة وكان المبلغ كبيرا في ذلك الوقت لقد أفشل هذا الكتاب مكائد هؤلاء المهاجمين ورفع همم المسلمين أما الذين كانوا يحبون حضرته ورأوا فيه الإخلاص للإسلام طلبوا من حضرته أن يأخذ منهم البيعة ولكنه كان يرفض حتى أمره الله تعالى بذلك فنشر حضرته إعلاناً في الأول من ديسمبر عام 1888 بعنوان التبليغ قائلاً أود أن أبلغ بهذه المناسبة رسالة أخرى إلى خلق الله عامة وإلى المسلمين خاصة وهي بأنني قد أمرت أن آخذ البيعة من الذين يبحثون عن الحق ليتيسر لهم الإيمان الحق والطهارة الإيمانية الحقيقية ومحبة الله الصادقة ولكي يتخلوا عن حياة النجاسة والكسل والغدر فالذين يجدون في أنفسهم شيئاً من القدرة على هذا الأمر من واجبهم أن يأتوني لأنني سأواسيهم وأسعى لأضع عنهم إصرهم وسيبارك الله لهم في دعائي ورعايتي شريطة أن يكونوا مستعدين حقاً للعمل بشروط وضعها الله تعالى هذا أمر الله وقد بلغته إليكم اليوم والوحي العربي الذي تلقيته بهذا الصدد هو إذا عزمت فتوكل على الله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ثم نشر حضرته عليه السلام إعلاناً آخر في 12 من يناير عام 1889 وسجل فيه 10 شروط للبيعة وهذه الشروط يعرفها كل واحد منا ولكني أقرأها عليكم من أجل التذكير وإنعاش الذاكرة وليستفيد منها الأحمديون وليسمعها الذين ليسوا من جماعتنا أيضا لأن قناتنا تشاهد على نطاق واسع وهذه الشروط هي كالتالي أولاً أن يعاهد المبايع بصدق القلب على أن يجتنب الشرك حتى الممات ثانياً
أن يجتنب قول الزور ولا يقرب الزنا وخيانة الأعين، ويتجنب جميع طرق الفسق والفجور والظلم والخيانة والبغي والفساد. وألا يدع الثوائر النفسية تغلبه مهما كان الداعي إليها قوياً وهماً. ثالثاً، أن يواظب على إقامة الصلوات الخمس بلا انقطاع تبعاً لأوامر الله ورسوله، وأن يداوم جهد المستطاع على أداء صلاة التهجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وطلب العفو من ربه على ذنوبه كل يوم، وأن يذكر نعم الله ومننه بخلوص القلب كل يوم، ثم يتخذ من حمده وشكره عليها ورداً له. رابعاً، ألا يؤذي بغير حق أحداً من خلق الله عموماً والمسلمين خصوصاً من جراء ثوائره النفسية، لا بيده ولا بلسانه ولا بأي طريق آخر. خامساً، أن يكون وفياً لله تعالى وراضياً بقضائه في جميع الأحوال، حالة الترح والفرح والعسر واليسر والضنك والنعم، وأن يكون مستعداً لقبول كل ذلة وأذى في سبيل الله تعالى، وألا يعرض عنه سبحانه وتعالى عند حلول مصيبة، بل يمشي إليه قدماً. سادساً، أن يكف عن اتباع التقاليد الفارغة والأهواء النفسانية والأمان الكاذبة، ويقبل حكومة القرآن المجيد على نفسه بكل معنى الكلمة، ويتخذ قول الله وقول الرسول دستوراً لعمله في جميع مناهج حياته. سابعاً، أن يطلق الكبر والزهو طلاقاً باتاً، ويقضي أيام حياته بالتواضع والانكسار ودماثة الأخلاق والحلم والرفق. ثامناً، أن يكون الدين وعزه ومواساة الإسلام أعز إليه من نفسه وماله وأولاده ومن كل ما هو عزيز عليه. تاسعاً، أن يظل مشغولاً في مواساة خلق الله عامة لوجه الله تعالى خالصة، وأن يقنع أبناء جنسه قدر المستطاع بكل ما رزقه الله من القوى والنعم. عاشراً، أن يعقد مع هذا العبد عهد الأخوة خالصاً لوجه الله، على أن يطيعني في كل ما آمره به من المعروف، ثم لا يحيد عنه ولا ينكثه حتى الممات، ويكون في هذا العقد بصورة لا تعدلها العلاقات الدنيوية، سواء كانت علاقات قرابة أو صداقة أو خدمة. إن الأحمديين متمسكون اليوم بالخلافة والخليفة حسب هذه البيعة التي عقدوا من خلالها الارتباط بسيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وهذا التسلسل الروحي يوصلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى. يا ليت المسلمون اليوم يفهمون هذا الأمر، فيتجنبوا تلك المصائب التي حلت بهم بسبب إنكارهم للمسيح الموعود عليه السلام. كانت مهمة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كما قلت من قبل أن يرسي دعائم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن يبرهن على صدق الإسلام للعالم، ومن أجل ذلك أعلن وأقام جماعة من المخلصين بأمر الله تعالى وأخذ البيعة. كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الذروة والمنتهى، وكان عارفاً حقيقياً لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الحق أنه إذا كان في الدنيا أحد قد عرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم،
فهو سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. يقول حضرته عليه السلام بهذا الصدد: إنني دائما أنظر بعين الإعجاب إلى هذا النبي العربي محمد عليه ألف ألف صلاة وسلام. ما أرفع شأنه، لا يمكن إدراك سمو مقامه العالي، وليس بوسع إنسان تقدير تأثيره القدسي. الأسف أن الدنيا لم تقدر مكانته حق قدرها. إنه هو البطل الوحيد الذي أعاد التوحيد إلى الدنيا بعد أن غاب عنها. لقد أحب الله غاية الحب وذابت نفسه تماماً شفقة على خلق الله. لذلك فإن الله العليم بسريرته فضله على الأنبياء كلهم وعلى الأولين والآخرين جميعاً، وحقق له في حياته كل ما أراد. هو صلى الله عليه وسلم المنبع لكل فيض، ومن ادعى بأية فضيلة أو مرتبة من غير الاعتراف بأنه قد نالها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو بإنسان، وإنما هو من ذرية الشيطان، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي مفتاحاً لكل خير وكنزاً لكل معرفة. ثم يقول حضرته عليه السلام: إن ذلك الإنسان الذي أرى نموذجاً رائعاً من الكمال التام من خلال ذاته وصفاته وأفعاله وأعماله، ومن خلال البحر الذخار من قواه الروحانية الطاهرة علماً وعملاً وأخلاقاً وصدقاً وثباتاً، ودعي الإنسان الكامل، الإنسان الذي كان حقاً أكثر الناس كمالاً، وكان نبياً كاملاً، وجاء بالبركات الكاملة، وظهرت القيامة الأولى للدنيا من خلال بعثته الروحانية وحشره، حيث عاد ببعثه عالماً من الأموات إلى الحياة. ذلك النبي المبارك هو محمد المصطفى خاتم الأنبياء، إمام الأصفياء خاتم المرسلين، فخر النبيين صلى الله عليه وسلم. اللهم رب صل وسلم على هذا النبي الحبيب صلاة وسلاما لم تصلها على أحد من العالمين منذ الأزل. إن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كان يتوقع من الجماعة وكان يوصيها أن تحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم حبا جما وودا خالصا، فلذا ذكر هذه في الشروط العشرة للمبايعة، حيث أوصى الجماعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة عليها. فيقول حضرته عليه السلام: ومن التعاليم الضرورية لكم هو ألا تتخذوا القرآن مهجورا، فإن لكم في القرآن وحده حياة، ومن يكرمه ينال في السماوات الإكرام، ومن يفضله على كل حديث وعلى كل قول يفضل في السماء. ألا لا كتاب لبني نوع الإنسان إلا القرآن، ولا رسول ولا شفيع لبني آدم من بعد اليوم إلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك فاجتهدوا أن تصلوا هذا النبي ذا الجاه والجلال بأوصار الحب الخالص، وألا تفضلوا عليه سواه أي تفضيل لكي تكتبوا في السماوات من الناجين. واعلموا أن النجاة ليست بالشيء الذي يظهر بعد الموت، وإنما النجاة الحقيقية هي التي يرى لمعانها في هذه الحياة الدنيا. من هو الناجي؟ هو ذلك الذي يوقن بأن الله حق وأن محمداً صلى الله عليه وسلم شفيع بين الله وبين الخلق، وأنه ليس من أحد من الرسل كفواً له صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب مثل القرآن تحت أديم السماء، وإنه لم يشأ الله لنبي أن يحيا خالداً إلا هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الذي هو حي إلى أبد الآبدين. إن من مهام المسيح الموعود عليه السلام أن يعرف المسلمين على المقام السامي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من مهامه أن يدافع عن الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم من هجمات المعارضين. ومن مهامه أيضاً أن ينشر التعاليم السلمية للإسلام في أنحاء العالم، وأن يعرف الناس على تلك التعاليم التي نزلت على النبي صاحب الشريعة الخاتمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل الإسلام غالباً على جميع الأديان بنصرة الله عز وجل. وقد أعلن حضرته عليه السلام أنه هو ذلك المهدي والمسيح الذي وعد بمجيئه، ولقد نشر نبوءات كثيرة لإثبات دعواه، وقد تحققت تحققاً عظيماً، ومنها النبوءات المتعلقة بوقوع الزلازل والطاعون والنبوءات الأخرى. وكل ما ظهر من هذه النبوءات في آفات أرضية وسماوية كان حجة وبرهانا على صدقه عليه السلام. ثم كانت هناك نبوءة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي تتعلق بالخسوف والكسوف لإظهار صدق المهدي، ولم تظهر هذه الظاهرة قبل ذلك في حياة أحد ادعى بالمسيحية والمهدوية. فأعلن حضرته أنني أنا المسيح الموعود والمهدي المعهود، فإذا أردتم أن تعصموا من جميع الآفات فانضموا إلى جماعتي. ولم يكن هذا شيئاً من قبيل الصدفة، إنما هو مقام تدبر للعاقلين والمتدبرين. والأحمديون من السعداء إذ وفقهم الله تعالى للانضمام إلى جماعة المسيح الموعود عليه السلام. فمهمتنا الآن هي نشر دعوته لكي يسود التوحيد في العالم وتصبح راية محمد صلى الله عليه وسلم عالية خفاقة في العالم كله. وإن هذه الأمور من قدر الله عز وجل فلا بد أن تتم، وكلما نسعى قليلاً سوف نجزى عليه. لقد قرر الله تعالى أن يجمع الأرواح السعيدة على التوحيد وأن يضمها إلى حزب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أرسل مسيحه ومهديه عليه السلام. يقول المسيح الموعود عليه السلام: فالله يريد أن يجمع على التوحيد جميع الأرواح ذات الفطرة الصالحة من مختلف أقطار المعمورة، لا فرق سواء كانوا أوروبيين أو آسيويين، ويريد أن يجمع عباده على دين واحد. فهذه هي غاية الله عز وجل التي أرسلني من أجلها. لذلك اجعلوا هذا المقصد نصب أعينكم، منتهجين منهج اللطف وحسن الخلق وكثرة الدعاء. فهذه هي مشيئة الله تعالى بأن تترسخ دعائم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في العالم. إن هذا الأمر قد يبدو صعباً نظراً إلى الظروف السائدة في العالم،
ولكن تفكروا قليلا في ذلك الشخص الذي قام في قرية نائية قاديان، وكان وحيدا وأعلن أنه المسيح والمهدي، فأراه الله عز وجل في حياته مئات الألوف من الناس قد آمنوا به، وانتشرت دعوته إلى أوروبا وأمريكا أيضا، وآمن به الكثيرون. وإن شمس كل يوم جديد حين تطلع على الجماعة الإسلامية الأحمدية ترينا سبلا جديدة من الازدهار والتطور والتقدم. واليوم قد ترسخت الجماعة في أكثر من 185 بلدا من العالم، وهذا دليل على صدق المسيح الموعود عليه السلام الذي جاء ليجمع البشر على دين واحد. وإننا نرى مشاهد تحقق هذا الأمر من خلال المبايعين الجدد المتوزعين في جميع قارات العالم. واليوم إذا كان أحد يدافع عن الإسلام فهو ذلك الذي يستقي من تعاليم المسيح الموعود عليه السلام وحده. إن العرب أيضاً شاهدون على هذا الأمر، فإنهم قد أزعجوا كثيراً من قبل الهجمات المسيحية في السنوات الماضية، وخدام جري الله المتربون على يده وحدهم قد بكتوا هؤلاء، لأن الأدلة القاطعة لهذا الغرض قد أعطيت للمسيح الموعود عليه السلام في هذا الزمن. ومن خلال هذه الأدلة يمكن تبكيت هؤلاء المعارضين، كما يمكن رد الباطل بواسطة تلك البراهين النيرة التي جاء بها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. إن هذا أيضاً قد حدث تحقيقاً لوعود الله تعالى التي قطعها مع المسيح الموعود عليه السلام، حيث قال له: سأبلغ دعوتك إلى أقاصي الأرضين. وكلما أوصلنا هذه الدعوة إلى أقاصي الأرض يكون دليلاً على صدق ما أعلنه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. إن هذه الجماعة الفقيرة الضعيفة التي لا تملك أي نفط ولا أسباباً أخرى من أسباب الدنيا لم تكن تحلم أن تستخدم هذه الوسائل الحديثة المتقدمة في نشر دعوتها، وهذا أيضاً دليل آخر على صدق المسيح الموعود عليه السلام كما قلت. واليوم نرى تحقق تلك الوعود التي قطعها الله تعالى مع المسيح الموعود عليه السلام بصور مختلفة ومتجددة، ونرى تحقق الإلهام في شأن عظيم. فاليوم وفق الله عز وجل أن تفتتح جماعة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قناة فضائية جديدة MTA العربية بواسطة القمر الصناعي الخاص بالعرب، التي ستبث البرامج العربية على مدار الساعة، وستفيد الأرواح السعيدة الصالحة العطشة من العرب من تلك الفيوض التي أجراها المسيح الموعود عليه السلام. وبدأت المعارضة للقناة، وظهر بعض العرب المخالفين للجماعة، وحتى الشركة التي عقدنا معها هذا العقد تواجه معارضة مريرة. ولكن كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بأن الله تعالى يريد أن تنتشر هذه الدعوة، لذا فإن مشيئة الله تعالى لابد أن تتحقق، ولن يقدر أحد أن يعترض طريقها بإذن الله.
فادعوا الله تعالى لهؤلاء الذين يساعدون في نشر هذه الدعوة أن ينقذهم الله تعالى من كل شر ويثبتهم على الوعود التي قطعوها، وأن يوفق الأرواح السعيدة للاستفادة من هذه المائدة الروحانية. ولا ريب أن الأغلبية الساحقة من المسلمين سوف تقبل هذه الدعوة بإذن الله تعالى، وهذا أيضاً مما وعد الله عز وجل مع المسيح الموعود عليه السلام كما ورد في وحي له. إني معك يا ابن رسول الله، اجمع الناس على دين واحد. يقول حضرته عن هذا الإلهام إن هذا الأمر، أي اجمع الناس على دين واحد، إنما هو أمر من نوع خاص. وقال حضرته عليه السلام: فالأحكام والأوامر على نوعين، أولها تكون ذات صبغة شرعية مثل أقيموا الصلاة وأدوا الزكاة ولا تسفكوا الدماء وغيرها، ومثل هذه الأوامر تتضمن نبوءة أنه يكون هناك أناس يهتكونها. أما النوع الثاني فهو الأمر الكوني، ويكون من قبيل القضاء والقدر، كقوله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما، فحدث كما أمر الله تعالى بشكل كامل، أي بردت النار. ويبدو أن الأمر الوارد في إلهام المذكور هو من هذا النوع، أن الله تعالى يريد أن يجتمع الناس من جميع أنحاء المعمورة على دين واحد، ولا بد أن يتحقق ذلك، ولا يعني هذا أنه لن يبقى فيهم اختلاف البتة، بل سيبقى الاختلاف، ولكن سيكون غير جدير بالذكر على الإطلاق. وفق الله تعالى المسلمين إلى تلبية هذا النداء مجتمعين على يد واحدة بأسرع ما يمكن، حتى نرى مشاهد تحقق هذه الوعود في حياتنا. واليوم كما قلت نفتتح قناة ثالثة للفضائية الإسلامية الأحمدية، وهي القناة الإسلامية الأحمدية الثالثة العربية. وبهذه المناسبة أقرأ بعض المقتبسات من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام التي كتبها باللغة العربية ووجهها إلى العرب. شرح الله تعالى صدور العرب ليعرفوا إمام هذا الزمان. يقول حضرته عليه السلام مخاطبا العرب: السلام عليكم أيها الأتقياء الأصفياء من العرب العرباء، السلام عليكم يا أهل أرض النبوة وجيران بيت الله العظمى، أنتم خير أمم الإسلام وخير حزب الله الأعلى. ما كان لقوم أن يبلغ شأنكم، قد زدتم شرفاً ومجداً ومنزلاً، وكافيكم من فخر أن الله افتتح وحيه من آدم وختم على نبي كان منكم ومن أرضكم وطناً ومأواً ومولداً. وما أدراكم من ذلك النبي؟ محمد المصطفى، سيد الأصفياء وفخر الأنبياء وخاتم الرسل وإمام الورى. قد ثبت إحسانه على كل من دب على رجلين ومشى، وقد أدرك وحيه كل فائت من رموز ومعان ونكات علا، وأحيا دينه كل من كان ميتا من معارف الحق وسنن الهدى. يا الله
اللهم فصل وسلم وبارك عليه بعدد كل ما في الأرض من القطرات والذرات والأحياء والأموات، وبعدد كل ما في السماوات، وبعدد كل ما ظهر واختفى، وبلغه منا سلاماً يملأ أرجاء السماء. طوبى لقوم يحمل نير محمد صلى الله عليه وسلم على رقبته، وطوبى لقلب أفضى إليه وخالطه وفي حبه فنى. يا سكان أرض وطئتها قدم المصطفى، رحمكم الله ورضي عنكم وأرضى. إن ظني فيكم جليل وفي روحي للقائكم غليل يا عباد الله، وإني أحن إلى عيان بلادكم وبركات سوادكم لأزور موطئ أقدام خير الورى، وأجعل كحل عيني تلك الثرى، ولأزور صلاحها وصلحاءها ومعالمها وعلماءها، وتقر عيني برؤية أوليائها ومشاهدها الكبرى. فأسأل الله تعالى أن يرزقني رؤية ثراكم ويسرني بمرآكم بعنايته العظمى. يا إخوان، إني أحبكم وأحب بلادكم وأحب رمل طرقكم وأحجار سككم، وأوثركم على كل ما في الدنيا. يا أكباد العرب، قد خصكم الله ببركات أثيرة ومزايا كثيرة ومراحمه الكبرى. فيكم بيت الله التي بورك بها أم القرى، وفيكم روضة النبي المبارك الذي أشاع التوحيد في أقطار العالم وأظهر جلال الله وجل، وكان منكم قوم نصروا الله ورسوله بكل القلب وبكل الروح وبكل النهى، وبذلوا أموالهم وأنفسهم لإشاعة دين الله وكتابه الأزكى، فأنتم المخصصون بتلك الفضائل، ومن لم يكرمكم فقد جار واعتدى. يا إخوان، إني أكتب إليكم مكتوبي هذا بكبد مرضوضة ودموع مفضوضة، فاسمعوا قولي جزاكم الله خير الجزاء. ثم يقول حضرته عليه السلام: إني معكم يا نجباء العرب بالقلب والروح، وإن ربي قد بشرني في العرب وألهمني أن أمونهم وأريهم طريقهم وأصلح لهم شؤونهم، وستجدونني في هذا الأمر إن شاء الله من الفائزين. أيها الأعزة، إن الله تبارك وتعالى قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات، ومنح علي وابل البركات، وأنعم علي بأنواع الإنعامات، وبشرني في وقت عبوس للإسلام وعيش بؤس لأمة خير الأنام بالتفضلات والفتوحات والتأييدات، فصبوت إلى إشراككم يا معشر العرب في هذه النعم، وكنت لهذا اليوم من المتشوقين، فهل ترغبون أن تلحقوا بي لله رب العالمين؟ فيا سكان بلاد العرب، اليوم ألتمس منكم لله تعالى بصفتي خليفة لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام أن تلبوا نداء هذا الابن الروحاني
لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمت لكم نبذة من عشقه للرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه. فإذا أمعنتم النظر في كلامه فلن تجدوا إلا صلته المتينة بالله تعالى وحده وحبه وعشقه للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرته له. فإذا نظرتم بقلب صاف لوجدتم أن كل لحظة من تاريخ الجماعة الإسلامية الأحمدية الممتد على أكثر من 100 سنة تشهد على تأييد الله تعالى ونصرته لهذه الجماعة. إن وصول هذه الرسالة إليكم اليوم عبر القمر الصناعي هو أيضاً حلقة من سلسلة تأييد الله تعالى ونصرته. إن الله تعالى قد أكرم اليوم جماعة المسيح الموعود عليه السلام المؤمنة والفقيرة ببذل الجهود لإيصال رسالته إليكم عبر القمر الصناعي وبتوفير قرش بعد قرش ابتغاء لمرضات الله تعالى. فانضموا لنصرة جري الله هذا متجنبين سوء الظن الذي لا يحبه الله عز وجل، ومحسنين فيه الظن لتنالوا رضوان الله تعالى. وبدلاً من إنكاره ومعاداته لبوا نداء المسيح المهدي هذا الذي أرسله تعالى لترسيخ دعائم النشأة الثانية للإسلام، تحقيقاً للوعد الذي قطعه الله تعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا لتكونوا من أنصاره إلى الله بدلاً من أن تكذبوه، لأن نجاة أمة الإسلام بل العالم كله متوقف على مساعدة هذا العاشق الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سكان بلاد العرب، ولدوا في قلوبكم خشية الله وسارعوا من أجل الله إلى هذا النداء الفياض بالألم والحرقة، ولبوا النداء الذي يوجهه إليكم المسيح والمهدي عليه السلام. فتعالوا ليكن كل واحد منكم سلطاناً نصيراً له، وتذكروا أن الله تعالى قد وعده أنه سيجعل له الغلبة على الدنيا كلها، فإن لم تفعلوا أنتم فسوف تستفيد أجيالكم من هذا الفيض، ومن المؤكد أنها ستتأسف عليكم قائلة: ليت آباءنا أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا يد العون لهذا المسيح الموعود والمهدي المسعود ونصروه وانضموا إلى جماعته. ندعو الله تعالى أن يوفقكم لتدركوا هذه الحقيقة اليوم، وندعوه سبحانه أن يستجيب دعواتنا وتضرعاتنا هذه. آمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم
يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ